ازيكم عاملين ايه؟ انا منى سليمان من شركه نيو ستارت العقاريه. النهارده هنتكلم عن مشروع يعتبر هو اقوى مشروع موجود في الساحل الشمالي، هو مشروع سيلفر سانس. يعتبر هو زي مدينه الجونه بالظبط بس موجوده في الساحل الشمالي. الشركه المالكه بتاعته هي شركه اورا ديفلوبمنت اللي هي مالكها المهندس نجيب سويرس. طبعا الباشمهندس نجيب سويرس هو غني عن التعريف، من اشهر رجال الاعمال الموجودين في مصر وفي الشرق الاوسط كله. طبعا المهندس نجيب سويرس ليه استثمارات في مجالات كتير زي مجال الذهب ومجال الاتصالات ومجال العقارات، وفي مجال العقارات ليه استثمارات في دول اوروبيه كتير زي قبرص، سويسرا، افغانستان كمان. وكان بدايته في مصر هو مشروع بيراميدز هيلز. مشروع بيراميدز هيلز هو كان ميني كومباوند لنجيب سويرس نفسه ومعارفه واصدقائه، وبعديها خد مشروع زد الشيخ زايد، ودي كانت اول مره تحصل ان يكون في ابراج في الشيخ زايد بتوصل ل 10 و20 دور وكلها وحدات فندقيه، وخد الحديقه المركزيه في الشيخ زايد وطورها، ودلوقتي اوريدي هو شغال الحديقه المركزيه بتاعت زايد اللي هي معروفه باسم زيد بارك اللي احنا كلنا بنخرج فيها وبنتصور فيها كمان، وعندنا كمان في التجمع الخامس زيد ايست. اما بالنسبه بقى للمشروع الاخير وهو مشروع سيلفر ساندس في الساحل الشمالي، هو يعتبر احسن مشروع موجود في الساحل الشمالي لان المهندس نجيب سويرس اختار احسن لوكيشن موجود فيه، احسن كوميونتي موجود لان هو سيلكتيف كوميونتي على اعلى مستوى بلس الديزاين بتاعه. ده كله هنتكلم عنه في التفاصيل وتابعوا بقيه الفيديو. اول حاجه هنتكلم عليها هي لوكيشن المشروع. اللوكيشن بتاعه هو في كيلو 243 في سيدي حنيش، يعتبر من اجمل شواطئ العالم كله مش بس الساحل الشمالي. المياه بتاعته فيروزيه، الشط الرملي ساندي بيتش كله. احنا موجودين بالظبط عند بعد قريه المهندس شهاب مظهر وقبل قريه الماظه باي، تعتبر طبعا من احسن القرى اللي موجوده في الساحل الشمالي. كمان الجزء ده مميز جدا ليه بقى؟ لان القريه بتاعتنا موجوده بين يعتبر زي خليجين او لسانين في نص البحر، فده بيعمل كمصد طبيعي للامواج، فانت مش هتلاقي ان عندك حركه عاليه في المياه، مش هتلاقي دوامات، مش هتلاقي حالات غرق، المياه هاديه تقدر تنزلها وانت مطمن على نفسك او على اسرتك. بالنسبه للديزاين بقى بتاع المشروع هو مميز جدا، احنا بنتكلم في ميجا بروجكت 500 فدان بعرض بحر 1200 متر في عمق 1800 متر. طبعا هي اولموست شكلها مربع، لان ودي حاجه مميزه جدا لان معظم القرى اللي موجوده دلوقتي او الاراضي الجديده اللي نزلت في الساحل هي بشكل طولي اكتر على عرض شاطئ صغير، فهتلاقي العمق اكبر من كده بكتير. احنا بنتكلم ان ابعد حاجه من اول الجيت لحد البحر 1800 متر، ده غير طبعا الكريستال لاجونز اللي هتبقى موجوده ومتوزعه في المشروع كله، وهي سويمابل نقدر ننزلها بشط رملي، وحمامات السباحه اللي موجوده في المشروع كله. المشروع 70% منه فيلات، وده هيضمن لك الكوميونتي اللي انت هتبقى عايش فيه، ان هو كمان مش هيبقى فيه زحمه عندك لان ال 70% من المشروع سنجل فاميليز، بلس ان عدد الشاليهات محدود جدا وما فيهاش شاليهات كتير او ادوار كتير. اما بالنسبه الخدمات فطبعا كلنا عارفين ان المهندس نجيب سويرس هيجيب اعلى البراندز في الموجود على مستوى العالم مش بس في مصر، زي مثلا لو بصينا في زيت بارك هنلاقي ان هو جايب براندات كتيره جدا زي النادي والمطاعم والكافيهات، حاجات مش موجوده في مصر وكانت اول مره تكون موجوده عنده في زيت بارك. نفس الكلام هيكون موجود في سيلفر ساندس وكمان هيكون على اعلى مستوى. هيكون عندنا منطقه كوميرشال على الطريق بتسيرف على الطريق وعلى الاونرز جوه، هيكون في كريستال لاجون متوزع في المشروع كله، سويمابول ليه شاطئ رملي نقدر ننزله، وهيكون في حمامات سباحه برده متوزعه في المشروع كله، كيدز اريا ومساحات لاندسكيب وجرينري كبيره جدا، وكمان هيكون في 4 كلاب هاوس. يعني انا عندي 3 مراحل كل مرحله ليها كلاب هاوس، وفي كلاب هاوس كمان على البحر اللي هيكون فيه الاكتيفيتيز بقى اللي بتعمل فيه الحفلات، وهيكون فيه الووتر سبورتس والحاجات دي. احنا السنه اللي فاتت فتحنا اول مرحله في المشروع اللي هي كانت على البحر دايركت، وكانت ارتفاعها 6 متر. المرحله دي سولد اوت بالكامل بحوالي 7 مليار، ده كان في خلال السنه اللي فاتت بس. ودلوقتي احنا فتحنا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي مميزه جدا، هي على ارتفاع 34 متر، يعني هي اعلى من المرحله الاولى بكتير، بلس ان هي شبه جزيره شويه، هي كانها دايره في النص وحواليها الكريستال لاجون من كل مكان، وبتوصل لها ببريدجز كده ومفيش فيها اي طرق داخليه. طبعا موجود فيها تايبس كتيره زي الستاندالونز الفيرست رو على اللاجون، وفي عندنا تاون هاوسز وكوين هاوسز، وفي في النص البيازا دي اللي فيها منطقه كوميرشال بتسيرف على المرحله دي بس، وكمان في شكل مباني عامله زي سانتوريني اليونان اللي هو نفس الديزاين بتاعها، وهيكون الدور الارضي مش هيكون فيه شاليهات، هيكون فيه منطقه كوميرشال كلها
مطاعم وكافيهات براندات ايطاليه. وزي ما قلنا المشروع بتاعنا كله 70% فيلات و30% بس شاليهات. انا عندي الفيلات منها كل التايبس، الستاندالون والتوين هاوسز والتاون هاوسز، وكمان عندي من الشاليهات من اول التو بيدروم. انا عامل نظام سداد على 6 سنين اقساط ب 10% بس مقدم، وعندي الستارت برايس من اول 4 مليون 900. 4 مليون 900 ده ان انا اشتري في مشروع بالحجم ده وفي كل الفاسيلتيز دي، بلس ان هو كمان هيكون سيلكتيف كوميونتي، هيكون في اعلى مستوى موجود معايا، مش هبقى بشتري حاجه واقعه او بحط فلوسي في حاجه واقعه، لا بالعكس انا فلوسي بتزيد مع الوقت، فانا كاند يوزر او بستثمر انا في الحالتين كسبان. ودلوقتي احنا وصلنا لنهايه الفيديو، انا كنت معاكم منى سليمان من شركه نيو ستارت العقاريه، اتمنى اكون فدتكم بالتفاصيل اللي انا قلتها لكم دي، ولو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر ممكن تكلمونا على الارقام اللي هتظهر لكم على الشاشه.